السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا حبايبي في فيديو جديد. طلبتوا مني كيكة الشاتو المنتشرة جدا جدا، أنا هعملها لكم النهاردة وسهلة جدا، وهي بصراحة من الكيكات الحلوة قوي، وكمان أنا بضيف عليها حاجة كده صغيرة بتغير طعمها خالص. اتابعوا الفيديو وانتوا هتشوفوا أنا بعمل فيها ايه، وهقطع معاكم قطعة دلوقتي علشان نشوف مع بعض شكلها من جوه. هشة قوي بجد، وانا بقطعها كمان اهو. بسم الله، ده هي كمان لسه سخنة شوية، كمان ما بردتش قوي. بصوا حبايبي، ده كده اهو شكلها، بصوا قد ايه هشة من جوه، حلوة قوي قوي بجد. بنات لازم تجربوها حبيب قلبي، ده اهو شكلها، يا رب تعجبكم. يلا نروح نشوف الطريقه. حبيب قلبي، المقادير معايا كوبايه من اللبن، كوبايه من الدقيق وعليها رشه من الملح، وكوبايه من السكر، السكر العادي خالص، وكمان كوبايه الا ربع من الزيت، وممكن تستبدليها باي ماده دهنيه، سمنه او زبده او خليط ما بين الزيت والسمنه. ومعايا هنا 2 بيضة، ومعايا هنا نص كوبايه كاكاو، بس انا شايله معلقه كبيره من النص كوبايه، وضفت شوكولاتايه من الشوكولاتات اللي بالبندق اللي في السوبر ماركت، بتدي طعم حلو قوي، جربوها بالطريقه دي. لو حابين تستغنوا عن الشوكولاته مفيش مشكله، يبقى نص كوبايه من الكاكاو الخام. ومعايا هنا كيس بيكنج باودر كامل، ومعايا فانيليا طبعا علشان البيت. هي دي كل المقادير، سهله وبسيطه. هنبتدي على طول، هجيب شقشق الخلاط العادي خالص، وهبتدي بقى احط فيه بسم الله الرحمن الرحيم كده اول حاجه الكاكاو والشوكولاته بالشكل ده، وكمان هحط كوبايه السكر، وهحط كوبايه اللبن بالشكل ده، وخلاص هضرب المكونات دي كده في الخلاط كويس جدا، وهرجع لكم. حبايب قلبي، اسفه نسيت اقول لكم ان وانا بضرب اثناء الخلاط ما يكون شغال، هنزل بكوبايه الا ربع من الزيت وبس، والخلاط شغال هنزل من فتحه الخلاط كده من فوق، تمام كده بالشكل ده، هشيل الفتحه اللي هنا وهنزل والخلاط شغال بكوبايه الا ربع الزيت، سرسوب صغير جدا جدا علشان يربط معايا الصوص ويتقل لي القوام بتاعه، هروح اضربهم وهرجع لكم. حبايبي ده شكلهم بعد ما ضربتهم، بصوا الصوص معايا تقل وبقى شكله عامل ازاي. بصوا بقى الشوكولاتايه اللي انا بقول لكم عليها حطيتها دي، بتفرق جدا في الطعم، ان انا بضيع بيها نكهه الكاكاو الخام خالص، بتخلي الطعم كله شوكولاته، اكني عامله الكيكه كلها بالشوكولاته بس، فعشان كده جربوها والله هتحبوها قوي. هشيل بقى كوبايه من الصوص ده عشان هزوق بيه الكيكه في الاخر بعد ما تطلع يعني من الفرن اهو. بالشكل ده، وهدخلها التلاجة لغاية ما اكمل بقية الكيكة. هاجي بقى دلوقتي ناخد بقية المكونات اللي في الخلاط، انا محطيتش لسه عليها البيض، هحط بقى 2 بيضة، وبما اني حطيت البيض فكمان هحط الفانيليا، تمام، وهروح اضربهم تاني في الخلاط وارجع لكم. خلاص بقى ضربت كل المكونات في الخلاط، هجيب الاول المكونات الجافه اللي هي كوبايه الدقيق على رشه الملح، وهحط عليها البيكنج باودر كيس كامل زي ما قلت، وهقلبهم كده مع بعض الاول. خلاص اختلطوا كده كويس، هنزل عليهم بقى بالخليط اللي في الخلاط اللي هو البيض مع بقية الصوص، واخلطهم بقى كده تمام كويس قوي. وطبعا شغلت الفرن يسخن زي اي كيك عادي بقى على 180 او درجة متوسطة في الرف الوسطاني، وخلاص بس اخلطهم كده كويس لغاية ما كل الدقيق اللي معايا يختفي.
وهجيب بقى اي صينية حابة ادخلها الفرن ودهناها طبعا مادة دهنية، وهنزل بقى بالمكونات الكيكة اللي معايا اهي، واساوي بقى السطح بتاعها بالشكل ده، وهدخلها بقى الفرن زي ما قلتلكوا لمدة 45 دقيقة او حسب الفرن بتاعك، وما تطلع هنشوف هنعمل ايه. بس حبايبي وده شكل الكيكة بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن، اخدت معايا حوالي 45 دقيقة، وطبعا زي ما قلتلكوا على حسب الفرن. انتي بعد 35 دقيقة او 30 دقيقة اختبريها كده بالخلة، لو طلعت تمام ناشفة يبقى هي كده استوت خلاص. انا سبتها او قلبتها، هجيب بقى الصوص بس سبتها تهدى شوية، يعني مش اول ما تطلع من الفرن كده احط عليها الصوص اهو، وهفرد الصوص عليها بالشكل ده. دي الكوباية اللي احنا سبناها في التلاجة اهي، طعم بجد حلو قوي، الشوكولاتة مدياله طعم جميل قوي. وهفرد بقى كده عليها بالشكل ده، طبعا التزيين ده بقى على حسب الرغبة، يعني مش حاجة اساسية. لحد كده والكيكة بتاعتنا تعتبر ان هي خلصت، بس انا حابة ازود عليها شوية حاجات كده من على الوش، يعني عندي شوكولاتة بيضة بالشكل ده، هبتدي كده ان انا احط عليها، يعني ادلعها بقى شوية كده اهو. تمام، وعندي برضو الشوكولاتة ملونة بحيث اكسر اللون. بس حبايبي وده كده الشكل النهائي للكيكة، يا رب تعجبكوا، هشة جدا جدا، عاملة شبه الكيك الاسفنجي كده بالظبط، هتعجبكوا قوي ان شاء الله، ويا رب تعجبك حبيبة قلبي اللي طلبتها مني. وخلاص كده الفيديو خلص النهاردة، ويا رب يكون عجبكم، وما تنسينيش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكوا على خير الفيديو الجاي، باي باي.